وهلا حديث البلد مع منى باسيلي صحناوي. اهلا وسهلا فيك بحديث البلد، بشرفنا وجودك معنا الليله. منى صحناوي، انت رسامه تشكيليه معروفه من حوالي الأربعين سنه، وبرصيدك لليوم 15 معرض شخصي بين لبنان، باريس، السعوديه، ابو ظبي ودبي، اضافه لعشرات المعارض الجماعيه اللي جلتي فيها العالم وحصدتي من خلالها جوائز وتنويهات لا تحصى. وانت ضيفتنا الليله لنحكي عن معرضك الجديد ذا Orient Within، أو الشرق اللي فينا أو اللي بداخلنا، واللي بيبدأ نهار بكرة الجمعة وبيستمر ل 31 كانون الأول الجاري بجاليري عايدة شرفين بوسط بيروت. منى صحناوي، هالمعرض بيتضمن 42 لوحة لأماكن معروفة بلبنان سبق ورسموها قبلك فنانين أوروبيين بالقرنين الثامن والتاسع عشر، واليوم قررتي ترسميها أنت على طريقتك. نحن عم نحكي رح نشوف هاللوحات، هلا عم نشوف صخرة الروشة قدامنا على البلازما. كيف خطرت لك فكرة العودة لهاللوحات القديمة، وليش قررت ترسمي نفس الأماكن اللي انرسمت فيها؟ كنت عم بفتكر كل هالفنانين الأجانب يلي بهالقرن ال 18 و19 اجوا على لبنان، وكان في شيء مش بس واحد او اثنين، من عده بلدان يعني. نعم. المانيا، ايطاليا، انجلترا، فرنسا، اجوا وشافوا هالمشهد. نعم. بس كمان اليوم انا بلاقي لما بيجوا اجانب على لبنان في شيء عاطفي، في شيء بتربطهم بهالبلد. اكيد. وقلت لحالي ترجع اشوف اولا شو في من هالمحلات يلي هالفنانين رسموا، شو في اليوم. ففتشت على الجرافير القديمة وبلشت روح على كل محل يلي بعده مثله، مثلا مثل الروشة. نعم. وعملت لوحات أكواريل مائية. نعم. ألوان مائية مثل ما هن عملوا بوقته. منى صحناوي، صار لك من سنة 2005 عم بتحضري لهالمعرض، زوار المعرض رح يشوفوا الصور القديمة بريشة فنانين أوروبيين إلى جانب لوحاتك الـ 42 واللي بتشمل حوالي الـ 20 مكان، يا ترى في لوحة عنيت لك أكثر من غيرها؟ ما بعتقد حقيقة، لأنه كل ما واحد بيعمل لوحة بيكون شوي مغروم فيها يعني. بس هلأ بركي في واحدة حلوة لإلي شخصياً، لأنه في يلي حطيتها على الانفيتيشن كارد. نعم. هيدي التيتا عم تحكي قصص. كان. نعم. كان يا مكان، كان يا مكان. شفناها حلوة، وأنا صرت تيتا من 9 جماع. هيدي ألف يلي مبروك، أقرب لقلبي هلا. ألف مبروك. لا بنت ولا لصبي تيتا اليوم؟ لصبي مكرم، الله يخليه. منى باسيلي صحناوي، مواضيعك دائما جديده ومثيره للاهتمام والجدل، والكل بيذكر معرضك عن العصفور اللي لاحظتي انه الرمز الاكثر حضورا بتراث الشرق الاوسط، ليش العصفور برايك يعني بالذات؟ العصفور بالزمانات كان رمز للحريه، للحياه الروحي، للسلام. نعم. وأنا ركزت عليها لأنه بعتقد اليوم العصفور عنده غير رمز. نعم. هو أنه مثل الإنترنت ما بده فيزا. فأخذت هيدا أنه اليوم ما فينا نكذب على العالم. نعم. والأشياء بالحياة لازم تكون العدالة، ذات العدالة لكل العالم. اليوم إذا واحد بيترشح بالصين بيمرض بالأرجنتين مثلا. يعني خلاص، يعني العصفور هو رمز التواصل، خلاص لازم مثل ما بيقولوا حقوق الإنسان لازم تكون حقوق الإنسان بكل العالم. وأنا اليوم العصفور لإلي رمز هالحقوق. نعم.
يعني تويتر يعني بقول كمان التويتر حتى هو يعني الزقزقة يعني تويتينج ما هيك اليوم اهم وسيله التواصل هو التغريد يعني. معك حق التغريد يعني التغريد او الزقزقة مرادف صار اسمها التوتره التوتره هذيك التوتره بتوتر الاعصاب بس تويتر هي التغريد اليوم بدي ادعي كل المشاهدين يزوروا معرض ذا اورينت وذين اللي هو مش بس الشرق اللي داخلنا هو الذكريات اللي داخلنا ولبنان اللي داخلنا وكل هال المخزون العاطفي اللي داخلنا المستمر لاخر شهر كانوا الاول بجاليري عايده شرفان بوسط بيروت وهلا منى باسيلي صحناوي وانترفيو بالترتيب منى باسيلي صحناوي بالترتيب بدي تحطي هالرسامين حسب ذوقك انت من المرتبه الخامسه للمرتبة الأولى بابلو بيكاسو فينسنت فان غوغ مايكل أنجلو سلفادور دالي ورامبرانت سلفادور دالي آخر واحد خمسة نعم صعبة طيب فينسنت فان غوغ فان غوغ لكينا إجا الرابع رامبرانت رامبرانت ثالث بيكاسو مايكل أنجلو بس نسيتي واحد ليوناردو دافينشي هذا كنت حطيته اول واحد كان اول واحد كان بالملجا وقتها بالحرب كان بتعرف ليه دافينشي اول واحد حطته لانه رسم الموناليزا رسم موناليزا ديب شكرا لوجودك معنا الليله اليوم رايح بجيبتك كارت الضيف الدايم بدك توعدنا انك رح تستعمله رح ارجع كبسات ما بقول لك امتى يعني اليوم بلكي بتحكي انت ورياض بتعملوها تكتيكيا بتعملوا لنا كبسه على البروجرام لانه ميشيل بدي اضبطه اكثر يعني في كبسه بكره كبسه اللي انا عم بقوله بدك تشد شفت دخل بفكره عنك وخرج بفكره اول شيء عمال يشكر فيك هلا قال بده اياك عم يشكر فيه لان باقي كل الحلقه هلا فيلم شو فرقاني معه عم شوف قديه عم بعذبك يعني قديه شفت يعني عن جد اجاده يعني مش معقول دمه عيونهم شكرا كثير حكمت ديب سلامات للعائله ولا لاولادك الثلاثه وللمدام وعلى امل انه نرجع نشوفك وتستخدم هالكارت بحديث البلد شكرا لك